رشيدة طلاب أول سيدة مسلمة تنتخب في مجلس نواب ولاية ميشيغان. دخلت المعترك السياسي عام 2008، وها هي اليوم تترشح للمرة الثالثة بعد فوزين كبيرين قدمت خلالهما خدمات اقتصادية اجتماعية تنموية وثقافية. التعليم من أهم أولوياتي، فالثقافة حاجة ملحة في حياتنا، وهي أهم استثمار للقضاء على الفقر وانخفاض معدل الجرائم وإيجاد فرص عمل. أحاول جاهدة التركيز على التعليم لأنه استثمار للمستقبل. جذور النائب طليب العربية لم تمنعها من الترشح في دائرة انتخابية أغلبية سكانها من أصول أفريقية ولاتينية، فعلى الرغم من صعوبة المهمة إلا أنها حصدت نجاحا باهرا في الدورتين السابقتين. سيدة طليب، السؤال الكبير هنا الذي يطرح نفسه، يعني لماذا أنت مرشحة عن فئة الأمريكيين من أصل أفريقي وأنت أمريكية من أصل عربي؟ يعني ما هذه المفارقة؟ نشأت في مدينة ديترويت، غالبية سكانها من أصول أفريقية. ولدت هنا وهذا هو مجتمعي، أعرف الكثير عنه، فهو دعمني وأعطاني صوته، وأرى بأن التنوع ضروري لبناء مجتمع متكامل. أعيش في مدينة تضم أكثر من 20 جنسية، فالتعايش مع اختلاف الثقافات ثقافة بحد ذاتها. اهتمام النائب طليب بقضايا العدالة الاجتماعية والقدرة على التفاعل مع الناس في إطار العمل السياسي ينفي ما رددته بعض الصحف المحلية بأنها سوف تعمل فقط من أجل حقوق المسلمين، لكن ترشحها لولاية ثالثة يدل على تنامي التفاؤل والثقة بالمسلمين الأمريكيين. حملاتي الانتخابية شهدت الكثير من التحديات نظراً لخلفية الدينية والعرقية، فأنا لا أخفيهما. على الرغم من كل الصعاب إلا أن الناخب اهتم لقدراتي على تقديم الخدمات الاجتماعية أكثر من الأمور الأخرى. كيف تقيمين وضع المرأة بشكل عام هنا في ميشيغان وفي ديترويت تحديدا، المرأة العربية والمسلمة؟ المعاناة الأكبر للمرأة في ديترويت هو نظام الرعاية الصحية، وأنا أعمل جاهدة على تحسينه. أسمع أحياناً بأن المرأة لا تهتم سوى بالموضة والأزياء، لكني أقول لهم بأننا نهتم بالثقافة والسياسة أيضاً. أصب كل تركيزي على نوعية التعليم الجيدة والثقافة كي تحصل المرأة على حقوقها وتناضل من أجل محو الصورة النمطية عنها. المثابرة والجدية أوصلان نائب طليب إلى مركز صناعة القرار، فنجاحها الساحق في ولايتين سابقتين يعود لتعزيز برامج المساعدة للعجزين والمحتاجين وللشرائح الأقل حظاً في مجتمع ميشيغان الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، حيث ما زالت الحملة الانتخابية لولاية ثالثة مستمرة مع مزيد من الخدمات وبرامج المساعدة. لا يهم ما هي خلفيتك الدينية أو العرقية، بالعمل الدؤوب والصدق يمكنك أن تصل إلى ما تريد والحصول على مناصب مرموقة. للمرأة أقول لا تقفي عاجزة، باستطاعتك الحصول على مراكز قيادية وإحداث التغيير. مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من مدينة ديترويت ميشيغان.